أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن
علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان 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 وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن ألا تطغوا في الميزان في الميزان
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
ولو الجوار المنشات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة من هنا من هذا البيت العامر من بيوت الله. كل عام وأنتم بخير، سعدنا برؤياكم، وفقكم الله لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.